قضية الصحافي الزميل المعتقل في سجن تيزنيت محمد بطعام. فكما تعلمون ويعلم الجميع أن محمد بطعام صحافي معروف في منطقة تيزنيت، مراسل جهوي ومتعاون مع مجموعة من الجرائد والمواقع، ويشغل كذلك في نفس الآن مدير موقع تيزبريس منذ سنة 2008، وكان من بين المواقع الرائدة والسابقة المحلية والجهوية في منطقة تيزنيت. محمد بطعام فجر ويشتغل والتزم أن يشتغل على مجموعة من القضايا الشائكة المصيرية التي تهم الشعب وتهم قضايا المستضعفين وتهم قضايا المهمشين وقضايا يعني الناس الذين يعانون من خلف التلال والجبال في الجنوب. محمد بوطعام حديث عنه حديث مؤلم وقاسي، لأنه الآن وراء القضبان و يعني يخوض إضرابا عن الطعام، لأنه اعتقل بشكل تعسفي، اعتقل بشكل انتقامي صرف. سيخوض الأستاذ في الملف وفي القضايا. نذكر أن محمد بوطعام نحت مفهوما في الأدبيات وفي تاريخ الصحافة المغربية، وهو مفهوم مافيا العقار في تيزنيت. وحينما نقول تيزنيت نقول مدينة يعني تقع على أبواب الصحراء وتنفتح على المحيط، وهي معبر للمهربين، ولكن كذلك هي مدينة تعج بالمافيات التي تشتغل ليلا ونهارا مع دواليب في السلطة وفي القضاء من أجل اغتصاب أراضي الناس واغتصاب ممتلكاتهم. معنا الأستاذ، استسمع معنا الأستاذ عمر الدودي، وهو محامي للزميل محمد بطعم منذ سنوات في قضايا عدة، لأن بطعم كان مستهدفا منذ أن فجر قضية إبيجو وقضية مافيا العقار في تيزنيت، وكان دائما مستهدفا من طرف بعض يعني رموز مافيا العقار، وكانت لا ضده شكايات كيدية. أستاذ عمر بطعم محامي بهيئة الرباط، ويترافع كذلك على مشاكل قضايا الأرض ونزع الأملاك وممتلكات الناس. بصفتي أحد المحامون اللي من هيئة الدفاع نتاع الزميل ديالكم السي محمد بطعم، سوف أكون مختصرا، والمداخلة ديالي سوف تركز بشكل دقيق حول الخروقات القانونية اللي تمت في هذا الملف. محمد بطعم وجه بشكايات كثيرة، الشكايات كثيرة من طرف الناس الذين يعني معروفون بالفساد في المنطقة، من ضمنهم زعيم مافيا العقار. تقدم ضده بالشكاية نهار 27/1/2021، وسجلت بالنيابة العامة في اليوم الموالي. نهار واحد غيتم الاستماع ديالو، غيتم الاستماع للمشتكي في الشرطة نتاع تيزنيت. كتصل به الشرطة من بعد كتقول له ودي اجي، راه عندنا غير شكاية عادية غادي نستمعوا لك وغتمشي في حالك. فإذا به نهار 4/5 من هذا الشهر، شهر ماي، غيمشي بصفته القائية عند الشرطة، ولكن هو كان كيعرف راسو بأنه كان رأسا مطلوبا، لأنه تطرق إلى واحد المجموعة نتاع الملفات اللي تعج بالفساد والتي أرقت الجهات المتنفذة في منطقة تيزنيت. من بعد نهار 4 غادي يمشي، غادي السيد غادي يدي معاه المسائل، يعني الحجج، يعني عنده بعض الوثائق التي تثبت بانه راه هذيك، لانه يعني هو كان كيعتقد في راسه بانه راه غير شكايه نتاع ذاك زعيم مافيا العقار الملقب بوزبيت، غادي يوجهوه بانه راه قلتي كذا وراه نشرتي كذا ونشرتي كذا، لان كاع دوك الامور اللي كينشر هي ملفات قضائيه. هذا السيد متابع من اطراف من اجل التزوير، كينشر بانه راه فعلا راه متابع من اجل جنايات التزوير. السيد متابع عند قاضي التحقيق كينشر في انه راه عنده متابع عند السيد قاضي التحقيق. فإذا به كيف هو التزم الصمت، قدموا عند وكيل الملك بعد الاتصال نتاع الضابط والادهى والامر انه وقعت خروقات اثناء البحث التمهيدي، عوض ان ذاك الضابط انه يمشي، لان الامور نتاع الجرائم الالكترونيه يستدعي امر الخبره.
هذاك الضابط ملي غترجعوا للمحضر راه الملف عندي اللي باغي يطلع عليه. هذاك الضابط كيفتح كيفتح البورطابل ديالو وكيشوف كيقول بانه راه كيمشي للفيسبوك ويدخل للصفحه. على الرغم نتوما راه كتعرفوا راكم صحفيين انه النشر في الفيسبوك لا يخضع لقانون الصحافه. ورغم ذلك ضمن هذا الشيء في المحضر ديالو وقال بانه هذا رغم انه عنده ما عندوش الملائمه وعنده الحكم ديال الحجب راه باقي كيمارس مهنه نتاع الصحافه. قدم امام السيد وكيل الملك يعني هبط للقبو واستمع له النائب في نفس اليوم وحضر بحضور الدفاع ديالو الاستاذ حسون الكتمور وسجل نيابه نتاع واحد المجموعه نتاع الزملاء بما فيهم عبد ربي. صافي الاستاذ حنا عاده في هذه التقديمات كنمشيو كدوز الصدق للنائب كيتشاور مع وكيل الملك. من بعد كنتفاجئوا الاستاذ خراج كيدير شي اجراءات اخرى نتاع اجراءات قضائيه اخرى وسط المحكمه كيفاجئ بانه راه وكيل الملك نادى على بطعه واستمع له في المكتب وضمن في المحضر ديال الاستنطاق ديالو واحد القاعده شي امور اللي هي واقعيه. ضم هذا المحضر هذا كيضمن فيه بانه يستمع له وحضر عنه دفاع رغم انه ما عنده ما حضر امام وكيل الملك شخصيا ما حضر معه حتى واحد. هنا كتشوفوا المحضر نتاع الاستنطاق ونتاع نتاع اللي فيه الامر بالاداء في السجن انه كيقول بانه حضر عنه الاستاذ فلان وكيقول بانه اشعر بحقه في الصمت واشعر به هذا كل هذه الامور كلها ما كايناش نهائيا. والدليل على ذلك انه حتى المحضر فيه رفض التوقيع ما وقعش على هذا المحضر. من بعد كنتفاجئوا باش بالاداء ديالو في السجن. الاشكال القانوني كاين ثلاثه ديال الاشكالات القانونيه. الاشكال الاول هو انه فعلا النيابه العامه بتزنيد نظرا لانه بوطع ما دارش الملائمه وهذا مشكل اخر ربما راكم غتعرفوا احسن مني ديال الملائمه ديال الدخول ديال القانون ديال الصحافه والنشر الحيز التنفيذ. هو كانت عنده البطاقه الصحفيه وكيعتبر راسه بانه عنده حقوق مكتسبه القانون ما يمكنش يسري عليه باثر رجعي. كيقول النيابه العامه تقدمت بدعوى استئجاليه وحصلت على حكم بالحجب الموقع مزيان. كنا كنتسناو ان النيابه العامه تشوف احد المفوضين القضائيين ويتبلغ بالطعم بهذا الحكم هذا باش يمارس حقه في الطعون. لان كما كتعرفوا ان الطعون الاجل نتاع الطعون لا يمكن ان تسري الا ابتداء من تاريخ التبرير. هذا الحكم غير مبلغ جاو باغيين يفدوه بقوه يعني عن طريق الباشا. هو رفض قال لهم انا الا بغيتوني ننفذ بلغوني بالحكم. لا خصك سيدي تنفذ لان حتى المنطقه نتاع الداخليه راكم عارفين خصك عندك حكم خصك تمتثل لهذا الحكم. واخا حكم مشمول بالنفاذ المعجل القواعد نتاع التنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطره المدنيه كتقول بان جميع الاحكام قبل انها تمشي تنفذ كيخصها تبلغ. هذا الاشكال الاول. دونك هذا الحكم لم يبلغ. الى رجعنا لنفس الحكم كنلقاو بان وكيل الملك يقر واحد الاقرار قضائي انه راه فتح ضده واحد المتابعه من اجل الملائمه من اجل عدم الملائمه هذا وجه الاستدعاء لانه مازال ما تبلغش. هذا ملف 167 على 20 رمز 2102 هنا فيه بوطعم محمد وفيه عدم الملائمه. هذا غادي نوزع عليكم هذا ما عنديش نسخ كثيره ولكن غادي نوزع عليكم عندي واحد 10 ولا 8. اذا ما يمكنش يعني كونيا لا العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه ولا الميثاق العالمي لحقوق الانسان ولا القواعد الاجرائيه الكل ديال الكون كلها في العالم كتقول ما يمكنش ناخذ واحد الشخص ونعاقبوه على واحد الفعل مرتين. انت كتتابع بالطعم على من اجل عدم الملائمه وفي نفس الوقت كتفتح له ملف اخر ديال واحد الجنحه خياليه وكترتكن فيه كتمشي كتخرج من الاطار القانون الاطار ديال قانون الصحافه وكتمشي للقانون الجنائي. لماذا؟ لان قانون الصحافه فيه غير الغرامات ولكن القانون الجنائي فيه عقوبه سلبه للحريه. إذن هذا خرق جوهري خطير جدا من طرف النيابة العامة.